سبعمية زادين. قديش عندك تخدم هنا يا حاج سوق؟ عندي تقريبا حكاية 40 سنة هنا نخدم، 40 عام عندي تقريبا. كل نهار سنين كل نهار سنين في هالبلايص هذه بالبرويطة بالواحد، كنا قبل ننصبوا تحت هيك غادي بالشكار وقت لا تطورت الحكاية كل شيء ولا ننصبوا هنا وبالبرويطة. سوق بدر جابوه كان فوق غادي جابوه لهنا نخدموا، أنا نخدموا مسد هال علينا كل مكاس ومراني يشوفينا شو باقي حتى بعد الثورة وبعد واحد يشوفينا شو هذا المكاس. سوق مساكن يشوفوا من كل بلاصة، هو اللي هز، هو اللي هز الساحل، هو اللي هبط الساحل، كل الساحل الكل. سوق مساكن أكبر سوق. سلام وفلام والبلعوت وناس لحم الاخر على الاخر قرر وصورت كانت فقط حتى تتحدى السلامات كان يدفع لك العصب عبور وسيلونات 40-70 بقلب مات وتحرك 40-70 سيلونات كانوا بك الأسعار فمر صو فمر الغالية من ناحية البطاطا بل في فرنسا الحقيقة احنا معناتها زواوية وما يساعدنيش يعني كل صدق. لكن معناها يقولوا انه الناس معناها كي تجي سوق اثنين على خاطره ابرك من غيره، على خاطره حل من الحلول من ناحية الطماطم رخيصة شوية.